او من بدايه من امبارح والنهارده كمان. فخليني اتكلم معاكم شويه بخصوص هذه المباراه لان عندي تفاصيل كتير جدا فيها. لكن النهارده من ضمن اللفتات المهمه والطيبه جدا واللي تدل على مدى العلاقات المميزه ما بين الاهلي وكل انديه القاره الافريقيه، المريخ السوداني اهدى النادي الاهلي درعه وهنأه ببرونزيه المونديال، ودي لقطات من هذا الدرع وهذا او هذه المناسبه تحديدا. وكان في حرص كبير جدا من مسؤولي المريخ السوداني على تهنئه النادي الاهلي بعد عودته بالميداليه البرونزيه من كاس العالم للانديه، وده كان من خلال عمر محمد عبد الله عضو مجلس اداره المريخ السوداني ورئيس بعثه الفريق في القاهره باهداء طبعا العميد محمد مرجان زي ما احنا شايفين كده المدير التنفيذي للاهلي درع النادي السوداني بهذه المناسبه. وقال كمان رئيس بعثه المريخ السوداني ان الاهلي شرف الكره المصريه والعربيه والافريقيه في مونديال الانديه كعادته دائما، متمنيا ان يسير نادي المريخ والانديه السودانيه على درب النادي الاهلي. كمان العميد محمد مرجان وجه الشكر ورحب بشكل كبير جدا بالوفد السوداني اللي كان موجود في مقر النادي الاهلي بالجزيره النهارده. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه.